يعني تسليم. هذا الكلام تفرق على ما تمت الإشارة إليه في الدرس الماضي، وهي أنه مسألة النصوص التي وردت في قضية العبد الآبق هذه كأنها نصوص خاصة بهذا المورد، لا تشمل غيره من الموارد، ومن ضمن هذه الموارد هو الذي يكون ضالا أو الذي يكون مفقودا. الضال يعني الشيء الذي يكون مفقودا، يعني وهناك من يسعى وراءه يعبر عنه بالضال، والمفقود هو الشيء الذي يجحده الآخرون عندما يكون عند شخص يكون يعني مفقودا، يعني منكورا، يعني منكرا كما يقال. فطبعا من غير إباقة، حتى هنا مفقود أو ضال من غير إباقة، حتى الإباقة واضح أنه الهروب من السيئ، فهناك ضال وهناك مفقود. هنا قد يقال أنه الضال والمفقود هذه حتى من تعلقت بالعهد لا، يعني لا مشكلة في هذا المجال، لكنها باعتبار أنه ليس هناك إباق في المقام ليست القضية، ما لا ليست القضية كقضية العبد الآبق، لا يطبق عليها كما يطبق على العبد الآبق. أفضل كان لا ما يطبق ليس غير إباق. نعم، من غير إباق حتى يبين أنه ترى القضية يعني السيف وحده أو الجحود وحده غير كافي، يعني الإباق هو المحور في القضية، لأنه لا قال ترك القضية، لا قال مثلا أما الضال أو المدخول، لأنه قد يكون الإنسان عبد يهرب ثم يسير، أو يهرب ثم يمسكه الآخرون ويتحدونه، يعني يستولون عليه فيجحدونه من هذا العبد ليس عندنا. أصلا هي الضال المدخول يعني رابع همك على عبد. نعم العبد، كلامنا في العبد، يعني هناك عبد ضال وعبد مدخول. لو تركت العبارة هكذا قد يتصور البعض أنه أبقى أولا، يعني هرب من سيده أولا ثم بعد ذلك ضاع، أو مثلا هرب أولا ثم بعد ذلك تم الإمساك به ويعني جحده الذين أمسكوه، هكذا فهمتم. لذلك المشارح قال لا من غير إباق، حتى يبين أن المحورية في هذه القضية هو قضية الإباق، لأن النص ورد فيه دون بين. هنا قد يقال أنه إذا كان الأمر كذلك فما هو الحكم؟ قال المصنف فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم. حتى هنا قد يقال أنه كيف تحل هذه المشكلة؟ قال تحل هذه المشكلة أنه التائه يعني أو الضال أو المدخول، هذا قد يقال أنه يمكن أن يتوقع يعني وجوعه أو يعني الحصول عليه أو التمكن منه يمكن، لكن القضية تبقى لها شأنية الصحة، ولكن هذه شأنية الصحة مقيدة بأي شيء؟ مقيدة بالمدة التي يبقى فيها هذا الأمر، يعني هذا العبد بعيدا عن يد مشتريه، عن سيده الجديد. لماذا؟ قالوا لأنه هذه المدة كلما كانت طويلة فإن القضية تتأثر بهذه المدة الطويلة، لأنه إن كانت مدة قصيرة فكأنه الإنسان إذا اشترى عبدا اليوم وكان ضائعا، فإن وجده في اليوم التالي فعند ذلك ليس هناك مشكلة. لماذا؟ لأنه قد في يوم واحد العبد، ماذا يعني يتوقع الإنسان أنه إذا مثلا حصل عنده ملكية، حصلت عنده ملكية عبد، أن يتوقع حصوله من خلال يوم واحد؟ قد يتسامح أنه اليوم الأول الذي يأتي فيه العبد قد لا مثلا يستخدم مثلا في أمر ما هكذا. فيقولون المدة التي يراعى فيها إنسان التسليم إن كانت مدة قريبة وقتا قريبا فعند ذلك يعني لا يفوت الإنسان شيء من المنافع التي هي منافع يعني لها قيمة ومعتد بها، لا مشكلة البداية. ولهذا نفهم أنه لو طالت المدة هناك مشكلة، أو لا المشتري كان ملتفتا إلى مثل هذه القضية وكان عارفا أنه الإنسان هذا الإنسان العابد الضائع قد ماذا؟ قد يبقى ضائعا مدة طويلة وهو يعلم بضياعه وتيهه ويريد أن يبقى صابرا حتى ماذا؟ حتى يسلم هذا العبد حتى لو بعد حين. عند ذلك أم كذلك لا مشكلة. ذلك قال الشارع يعني في بيان مقصود المصنف بقوله ويراعى بإمكان التسليم، قال فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من أو لا يفوت به شيء من المنافع أو لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به، يعني منافع معتد بها ما فوت.
لأنه لم يكن توفيق، كأنه ماذا عبده كان مثلا في مكان والآن هو يأتي من مكان بعيد، يعني هذه مدة مغتفرة. أو لا، أو لا المشتري ملتفت ولكنه راض بذلك، يعلم أن المدة قد تطول ولكنه راض إلى أن يتم ماذا تتم عملية التسليم. قال أو رضي المشتري بالصادر إلى أن يسلم، عند ذلك ماذا يكون هذا؟ يعني يكون هذا يعني فإن أمكن هذا الأمر يكون ماذا؟ أمرا لازم، لأنه يكون عند ذلك ماذا؟ يعني ليس عنده خيار، لأن الأمر على هذا يكون ماذا؟ يكون بيعا بجميع شرائطه، ليس فيه مشكلة، ليس فيه مشكلة يعني تسليم، لأنه يسلم وهناك اطلاع على القضية، وهناك ماذا؟ وهناك إما مدة قصيرة لا يفوت معها شيء من المنافع المعتد بها المهمة، أو لا تم العقد على أن يبقى المشتري قادرا يعني منتظرا لمسألة للتسليم، فعند ذلك يكون البيع ماذا؟ عند ذلك يكون البيع بيعا لازما، وكما هو الأصل، لأن البيع من العقود اللازمة. هذا في حالة ما، هذا في حالة أن القضية باقية دون في دائرة الإمكان، أنه يمكن هذا العابد الضائع أو المدخول يمكن ماذا؟ يمكن أن يسلم. قال وإن تعذر، حتى لعله ماذا؟ يعني هذا الأمر تعذر وصول يعني العاد، تعذر وصول العاد، تعذر وصول يعني المدخول، عند ذلك هذه القضية بعد هذه، طبعا هذه القضية لا علاقة لها بمسألة الصادق، لا القضية ماذا؟ القضية أن الإنسان كان يتوقع أنه من الممكن أن يحصل على هذا العبد الذي اشتراه، فبقي ماذا؟ فبقي منتظرا، لأنه أجرى العقد على أن يبقى صادرا، لا بقي منتظرا لأنه صادرا إلى أن يتم التسليم، غير أن يبقى منتظرا أن يتم التسليم، منتظرا يعني بأنه راض بالصادق إلى أن يتم التسليم، وماذا لا؟ هو ينتظر تسليمه في أي لحظة، على شرط أن لا تكون المدة طويلة، باعتبار أن المدة إذا كانت طويلة سوف تكون ماذا؟ سوف تكون هذه مشكلة بالنسبة إلى العار. قال وإن تعذر، يعني وإن لم يتم تسليمه بحسب هذه المدة التي يصح معها يعني البيع، عند ذلك بعد المشتري الأمر بيده، إذا أراد أن يفتح خب إن شاء أن يفتح فتح، وإن شاء خب يمكن أن يلتزم. كيف يمكن أن يلتزم؟ قد يقال أنه كيف يمكن للمشتري إذا تعذر عليه التسليم خلال هذه المدة القصيرة، كيف يمكن أن يعني أن يستفيد من عبد قد لا يصل ماذا؟ قد لا يصل إلى يده، قد لا يصل إلى يده. يقولون نعم الإنسان الذي يشتري عبدا آبقا، قلنا سابقا أنه يمكنه الانتفاع به ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال عتقه، أو من خلال ماذا؟ يعني الانتفاع عن بعد، هذا اللي هو الانتفاع الذي أشرنا إليه سابقا، فيمكن له أن يقبل بهذا ويمكن أن، فالأمر بخياله، الأمر بيده، هو صاحب الخيار في أن يفتق هذا العاقد أو أن يقبل وينتفع منه الانتفاع الذي يكون عن طريق البوع. قال إن شاء فسق، وإن تعذر فسق المشتري، إن شاء يعني إن رغب في أن يفعل ذلك، وإن شاء يعني إلا إذا شاء يعني خلاف ذلك، يعني وإن شاء المشتري أن يلتزم يعني بهذا العاقد ويبقى يعني مالكا لهذا العبد الضال وهذا العبد يعني المدخول، عند ذلك ماذا؟ ممكن أن يستفيد منه بهذه الطريقة التي أشرنا إليها. قال وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه، ويحتمل قويا بطلان البيع. حتى هنا أشار إلى قضية، هذه القضية كأنها ماذا؟ كأنها يعني أراد أن يكسر فيها الفروض في مثل هذه القضية، ولكنه جعلها ماذا؟ جعلها احتمالا له وجاهة من أي جهة، وهو أنه نحن عندما نتحدث عن هذه القضية تحدثنا عن إمكان التسليم وعن عدم إمكان التسليم من أي جهة؟ من جهة الوقت، من جهة أن الوقت هو الذي يتحكم في هذه القضية إن كان طويلا أو كان قصيرا. ولكن قد يقال كما قيل وما أشار إلى ذلك الشارع أنه من المحتمل قويا أن لا يكون البيع من الأصل صحيحا. لماذا؟ يقول لأننا عندما ننظر إلى مسألة البيع المشروط بإمكان التسليم سنرى أنه يمكن لنا أن ندعي أن مثل هذه القضية في مثل هذا
في مثل هذه الحالة فاقدة لهذا الشرط. ومن المعلوم أن شرط الصح وأن إمكان التسليم شرط من شروط صحة البيع. فإذا كان الأمر كذلك فيقولون كما هو معلوم المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا كان الإمكان التسليم وهو الشرط معدوما فالمشروط يكون ماذا معدوما باعتبار ماذا باعتبار أن المشروط عدم أو عدم عند عدم شرطه كما يقول يعني البعض. ومن هنا يمكن لنا لكن المصنف ذكر هذه القضية وذكر هذه القضية نعم يفهم من خلال كلامه هنا أنه لا ينظر إلى القضية يعني ينظر إلى القضية بمنظار واحد. يمكن أن يقول أنه لو ركز النظر على مسألة إمكان التسليم وعدم إمكان التسليم وتم التأكيد على أن هذا الشرط هو شرط الصحة وهو مفقود في المقام يمكن أن يقال بأن العقد من أصل ماذا من أصله باطل. ولكنه هذا الأمر يعني من بنظرة أخرى يمكن أن يكون ماذا صحيحا من خلال ماذا من خلال المدة التي تفوت معها المنافع أو لا أو لا تفوت معها المنافع. هذا أول. وثانيا الأمر الجديد وهو أننا عندما نتحدث عن العبد الآبق لا ينتهي المقام في الحديث عنه باعتباره شيئا مباعا شيئا يعني يتم عليه عقد بيع ويكون عينا مباعة بل يمكن ماذا يعني أن يكون العبد الآبق ثمنا يعني ليس فقط أن يكون مثمنا لأننا في طريقة جعله مثمنا التجأنا إلى ماذا إلى الضمينة بحسب النصوص التي وردت أن يجعل معه ضمينة فعند ذلك أن جعله مثمنا يحتاج إلى ضمينة. هل ممكن لنا أن نعكس القضية ونجعل العبد الآبق بدل أن يكون مثمنا أن يكون ثمنا؟ يقول الشارع نعم كما يقول وهذا قوله وكما يجوز جعل الآبق مثمنا كما في الأمثلة التي تقدمت يجوز جعله ثمنا. هذه الجعل بالنسبة إلى الثمن هل هو في قبال شيء آخر طبيعي أو لا في قبال عبد آبق آخر؟ يقول لا فرق سواء أكان في مقابله آبق آخر يعني آبق طبعا واضح إذا كان في إقباله آبق يعني آبق مع ماذا؟ مع ضمينة أم لا؟ أم لم يكن معه في إقباله آبق يعني كان ثمنا بشيء يعني ليس عبدا آبقا بل شيئا طبيعيا شيئا موجودا. فيقول لو كانت عن إذا يجوز لنا أن نصنع من العبد مثمنا كما يجوز لنا أن نجعل منه ثمنا وجعله ثمنا لا يفرق فيه بين أن يكون في مقابل يعني أن يشترى به يعني يشترى بالعبد الآبق الذي هو الثمن شيئا طبيعيا موجودا وبين أن يشترى به عبدا آبقا طبعا آبقا يعني العبد الآبق بالطريقة التي أشرنا إليه يعني عبدا آبقا مع ضمينتين. لماذا يمكن ذلك؟ قال لأنه نحن نتحدث عن ماذا؟ عن بيع وفي البيع هناك محوران يتحكمان في عملية البيع في ماهية البيع وهما الثمن والمثمن. وفي هذه الحالة التي يكون فيها العبد الآبق ثمنا أو مثمنا أو ثمنا ومثمنا مع الضمينة ليس هناك فرق بين أن يكون البيع بيعا طبيعيا لشيئين موجودين يعني لشيئين موجودين وبين أن يكون العبد الآبق مع الضمينة وثمنه ماذا عبد آبق آخر. ولكن الكلام كل الكلام في أي شيء في أننا عندما نجعل العبد الآبق ثمنا هل نحتاج إلى ضمينة أو لا؟ لأنه عندما جعلناه مثمنا لم يصح جعل العبد الآبق مثمنا إلا ماذا؟ إلا من خلال الضمينة. لذلك ماذا قال عن المصلي الشارع جعل هذه القضية مدخلا لما أشار إليه المصلي. قال وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضمينة احتمال لأنه لو جعلنا العبد الآبق ثمنا هل نحتاج إلى ضمينة أو لا نحتاج؟ لأننا عندما جعلناه مثمنا كانت العملية كلها متوقفة على أن يكون معه ضمينة وضمينة يجب أن تكون يعني تباع مفردتان تباع لها قيمة خاصة بها. عند ذلك ماذا قال يعني الشارح؟ قال الشارح إذا نظرنا إلى الخلفية
التي تجمع بين الطرفين، يعني بين العبد الآبق الذي هو ثمنون والعبد الآبق الذي هو مثمنون، وجدنا ماذا؟ وجدنا أن هناك جهة مشتركة بينهما، وهو ماذا؟ وهي صفة الإباق، العبد الآبق المثمن والعبد الآبق الثمن، بينهما صفة ماذا؟ صفة الإباق. لذلك قال لصدق الإباق. ثم ماذا؟ يقول لأن الإباق هو الذي يقصد الضمينة، الذي قال والمقتضي لها، يعني المقتضي للضمينة. فإذا كانت هذا الأمر وهو الإباق هو السبب في احتياج الثمن أو المثمن للضمينة، فعند ذلك سنرى أن هذه الصفة أو هذا الأمر موجود في الثمن كما هو موجود ماذا؟ في المثمن. قال ولعله الأقرب، فهو المصنف قال ماذا؟ قال احتمال ولعله الأقرب. لماذا؟ قال لاشتراكهما في العلة المقتضية لها، اللي هي ماذا؟ اللي هي الإباق، لأن العلة هي ماذا؟ هي الإباق. لذلك كما يشير المصنف كذلك يشير ماذا؟ يشير الشارع أنه إذا نظرنا إلى القضية من جهة الأمر المشترك بين الطرفين، بين المثمن والثمن، يعني بين العبد الآبق وهو الثمن، وبين العبد الآبق وهو المثمن، سنجد أن هناك جهة مشتركة، وهذه الجهة المشتركة هي الإباق. فإذا كان الإباق هو سبب وجود الضميمة في هذا الطرف الذي هو المثمن، فهو سبب ماذا؟ سبب لوجود الضميمة في الطرف الثاني الذي هو ماذا؟ الذي هو الثمن. قال وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما مثمناً ثمناً والآخر مثمناً مع الضميمتين، لا مشكلة، أنه كل منهما ماذا؟ كل منهما له ضميمته. قال ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه. قد يقال واحد ولعله مثلا يريد أن يتحايل على الشرع ويقول إذا كان الأمر كذلك ألا أتي بعبد آبق لأضيفه إلى العبد الآبق، ويكون العبد الآبق الثاني هو الضميمة للعبد الآبق الأول. يقولون له أساسا هو العبد الآبق وحده لا يكفي، كيف يمكن لك أن تجعل العبد الآبق المحتاج إلى الضميمة هو ما هو بنفسه ضميمة؟ هذا أمر لا يمكن. لماذا؟ كما سيشير إلى ذلك الشارع. قال ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه. لماذا؟ قال لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا. إذا كانت الضميمة آبقا آخر، عبدا آبقا آخر، فهل يكون العبد الآبق هو الثمن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأننا عندما نجعل مع العبد الآبق الذي هو الثمن ضميمة، إذا سئلنا ما هو ثمن هذا العبد الآبق الذي هو المثمن ومعه ضميمته، يقولون لنا ضميمة العبد الآبق في الثمن. إذا كانت الضميمة عبد آخر، عبد آبق آخر، إذا هذا لا يمكن أن يكون ماذا؟ لأن هذا بعد واضح الغرض به يعني الغرض فيه واضح والخداع فيه واضح. قال لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا، إذا تعذر تحصيله يعني تحصيل العبد الآبق فتكون جامعة لشرائطه، جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم. والآبق الآخر ليس كذلك، لأنه إذا كنا هكذا فعندنا نتحدث عنه يجب أن يكون مستوفيا للشروط. ومن الشروط ماذا؟ ومن الشروط اللي هي شروط الصحة هي ماذا؟ هو إمكان التسليم. فكيف إذا جعل الثمن عبدا آبقا ولم يتم تحصيله؟ عند ذلك ماذا؟ عند ذلك سيؤدي إلى الغرض الواضح. هذا كله فيما إذا كان هناك عبد آبق ثمنا وعبد آبق ماذا؟ مثمنا. أما لو فرض لا، العبيد الآبقون كثيرون، وجعل العبيد الآبقون في الثمن والمثمن، يعني جعلوا بتعددهم. هؤلاء لو جعلوا بصفقة، هل نحتاج لكل عبد واحد منهم ضميمة خاصة به أو لا؟ نأتي بضميمة واحدة
لحتى ماذا؟ حتى تكون مخرجة لجميع هؤلاء العبيد الآبقين من ماذا؟ من كونهم ماذا؟ من كونهم غير صالحين لأن يكونوا ثمنا أو مثمنا. قال ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن، يعني لا فرق، كفت ضميمة واحدة، طبعا ضميمة واحدة تكفي حتى وإن كانوا ثلاثة أربعة، لصدق الضميمة مع الآبق، ولا يعتبر فيها كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد. لماذا؟ لأن القرون لو وضع في قدار مثلا في قدار خمس عبيد مثلا مثلا يعني مقدار من الحنطة، مقدار مثلا من الشعير، ولكنه لو وزع على كل واحد منهم حصة لازم يكون ماذا؟ يكون حقنة ليس لها قيمة. عند ذلك هذا يكون سببا للبطلان. يقول لا، لأنه نحن لا نريد لها للضميمة أن تكون لها مالية وتكون لها قيمة بعد تقسيمها على العبيد، لا، بل نريدها هي بما هي، يعني بما هي ضميمة دون تقسيم لها قيمة مالية أو لا. إذا كانت كذلك فالقضية ماذا؟ فالقضية محلولة. أما لو كانت ماذا؟ أما لو كانت ليست متمولة بعد التوزيع فهذا لا يضر في عملية ماذا؟ في عملية كونها ضميمة صالحة لتصفيح البين. عفوا. نعم. يقول كفى ضميمة واحدة. نعم. ضميمة واحدة يعني مع كل دول العبيد؟ نعم مع كل العبيد. يعني يكونوا في جانب واحد فقط. بلي. يعني إذا كانوا في زمن المثمن مثلا أنا أعطي خمس عبيد من عبيدي ثمنا لحاجة لمبادلة مثلا. نعم. أضيف ضميمة واحدة. وصفقة واحدة؟ إيه ما أقول كلا، أنا أبيع خمس عدد أو أشتري بخمس عدد، فأحتاج إلى ضميمة حتى صح البيت حتى يكون ثمن. ما أحتاج ضميمة تتقسم إلى خمسة وتبقى لها قيمة، لا، وحدها هي لها قيمة، بما لها من القيمة تكون مع الخمسة مصحح للخمسة الذي هو ثمن. كار يكفي في المقام. أما لو وزعت ولم تكن بعد توزيع لها ذات قيمة هذا يضر؟ يقول لا، ليس هذا ضرار. قال ولو يعتبر فيها كونها متمولتان يعني لها مالية لها قيمة إذا وزعت على كل واحد، لأن ذلك يصير بمنزلة ضمائم. لا نحتاج إلى ضمائم، نحتاج إلى ماذا؟ إلى ضميمة، مع أن الواحدة كافية. وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب، هذا جمع لعله الشارع يقول هذا الفروع من خواص هذا الكتاب من خصائصه، ومثلها في طبائعه كثير ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضع. يقول هذه بعد نقطة لعله ما بي يعني دعاية أو ما شابه لعله الشارع يسوي الكتاب. يقول هذه الفروع التي أشرنا إليها هي من الخواص التي يتميز بها هذا الكتاب، بل ليس هذه فقط، هناك أمور أخرى غير هذه، يعني غير هذه الفروع سنتعرض لها في طبائع الكتاب، يعني في أثناء الكتاب، لأن هذا الكتاب له خصائصه وهذه من خصائصه. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الثالثة، يشترط في المبيع أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقت العام مطلقا إلا أن يتلافى ويضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا. هنا الحديث عن أنه عندما يبيع الإنسان حاجتان يجب أن يكون الملكا طلقا. هل بعضهم يقول طلقا، البعض قد يعبر مثلا ملكا تاما أو سببا. الطلق في قبال ماذا؟ في قبال يعني الملك الذي ليس ماذا؟ ليس خاصا بشخص بجهة واحدة لها يد التسلط عليه، بل هو إما يكون ماذا؟ إما أنه لا يكون خاصا بجهة، أو يكون ليس ملكا لمن هو تحت يده، أو يكون ماذا؟ أو يكون غير صالح لأن يملك كما في الوقف. ولذلك أشار إلى عملية يعني إشارة إلى الوقف، لأنه هو الفرد الأمثل من هذه القضية، لأنه هذه القضية يمكن أن يكون مثلا العين المرهونة تكون فيها مثال وغير ذلك من الأمور. لماذا لا يصح البيع الحاجة إذا كانت وقفا؟ لأن الوقف إنما هو ماذا؟ معنى الوقف هو يعني كما يقال ماذا عبر التعبير الذي في بالي في عن الوقف، معنى الوقف هو أنه وقف العين وتسبيل المنبع، هكذا العلم وقف العين وتسبيل المنبع. فإذا كانت هكذا وقفها يعني أن تكون متوقع المنفعة التي لهذه العين تكون ماذا؟ تكون مسبلة، يعني ليست خاصة بجهة، طبعا هذا في الوقف اللي هو معنى الوقف عموما.
فنقول أنه مثل هذه الحالة عندما تحصل يكون الوقف مانعا ماذا؟ يكون وقف العين مانعا من صحة البيع. لكن هل معنى ذلك أن الوقف بكل أفراده؟ لأن الوقف إما يكون مؤبدا وإما أن يكون مؤقتا أو منقطعا كما يقال منقطع الآخر. فإذا كان الأمر كذلك هل معنى هذا أن الوقف إذا حصل وتعلق بشيء وصار وقفا أنه لا يصح بيعه؟ تقولون لا، لأن الوقف إنما هي صيغة من أو إيقاع من الإيقاعات التي تحصل على يعني حتحصل على الماليات الأمور المتمولة لغرض ما، لهدف ما. هذا الهدف إذا عمل إذا 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 جعل شرطا في عملية الوقف، هذا الشرط ما دام موجودا فعملية البيع غير ممكنة. أما إذا لم يكن موجودا أو لا أصبح سالبا كما يقال بانتفاء الموضوع من ناحية المنفعة، أو سالبا بانتفاء الموضوع من ناحية الأصل، عند ذلك يحصل ماذا؟ يحصل هذا الأمر، وهو أنه يستثنى من حالة عدم جواز بيع الوقف الحالات التي يتلاشى فيها ويضمحل، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا عندما ننظر إلى الأوقات الغاية من الأوقات عادة ما هو؟ هو الانتفاع بها من جهة مخصوصة. هذه الجهة المخصوصة يعني جهة عامة أو جهة مثلا خاصة كما في الوقت الخاص، أو لجهة مدة محددة. إذا كانت تلك المنفعة الموقوف عليها التي وقف عليها العين موجودة، عند ذلك لا يجوز التصرف فيها بالبيع. أما إذا فقدت فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون هذا الأمر دليل يعني سببا لماذا؟ لتجويز التصرف بها. حتى التصرف بعد يختلف، تارة يكون ماذا؟ بالإبدال، وتارة يكون ماذا؟ وتارة يكون يعني بالبيع، وهكذا. إذن فقضية أن يكون البيع أو المبيع طلقا هذه شرط أولي، ولكنه لو لم يكن طلقا بل كان وقفا هذا مانع بالعنوان الأولي، ولكنه يمكن أن لا يكون مانعا أو يمكن أن تضمحل هذه المانعية. يقولون نعم يمكن أن تضمحل، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال ما أشار إليه الشارع، وهو أن لا يبقى لهذا الوقت الجهة التي وقف عليها أو المنفعة التي يعني قصد منها. كما مثلا لو كان هناك حصير وقد يعني دلي هذا الحصير، يعني كما يقول يعني تهرأ هذا الحصير، عند ذلك ما نقدر نستفيد من نفسه، هذا يمكن نتصرف به؟ يقولون نعم يمكن أن نتصرف به. قال الشارع قال المصنف ومعه الشارع فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا. الوقوف العام واضح، الوقوف العام المساجد وكذا، هذه المدارس غيرها كما يعبر عنها بأنه وقوف عام، أو الوقوف التي توقف على العناوين العامة هذا يعبر عنها وقوف عام، والوقوف الخاصة التي توقف على أشخاص بعينهم مطلقا. متى يعني إذا كان الأمر كذلك هل يوجد وقت يمكن أن نتساءل فيه عن جواز التصرف أو لا؟ يقول نعم، ولذلك جاء بالاستثناء، قال إلا أن يتلاشى، يعني الشيء الذي جعل وقتا يتلاشى ويضمحل. حتى يتلاشى يضمحل، بعض الأحيان قد يقال أنه التلاشى والإضمحلال هنا قد يخص ماذا؟ قد يخص المنافع، وليس التلاشي والإضمحلال هنا معناه العدم، لا، معناه ماذا؟ معناه أنه إما أنه يقصد به منفعة خاصة أو لا يقصد به أمرا خاصا، هو له منفعة ولكن هو يقصد به أمرا خاصا، هذا الأمر الخاص لا يمكن ماذا؟ لا يمكن حصوله. كما مثلا لو في بعض الأحيان كما توقف بعض الأشياء مثلا على أنها على أن يعني أن تكون حماما مثلا، مكانه على أنه حمام، بعد ذلك مثلا لا حاجة للحمام مثلا في المدينة، عند ذلك ماذا؟ المنفعة التي تقصد من هذا المكان يعني لم تنتهي، لكن كونه حمام انتهى. عند ذلك ماذا يقولون؟ يقولون بأن المنفعة التي قصد منها الوقت ماذا؟ قد تلاشت أو قد اضمحلت، لأنه لم ينتفع به باعتبار يعني مع كونه حماما، إنما ينتفع به مثلا لأي شيء آخر غير كونه كذلك. قال لا يمكن، بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا، يعني بأي وجه من الوجوه كما يشير بعضهم، كحصير يبدأ
لأن الحصير ماذا ينتفع به؟ إنما ينتفع به للجلوس إذا كان بالياً، لا ينتفع به لذلك. قال ولا يصلح، ولا يصلح للانتفاع به في محل الواقع. يعني أساساً إن خرج عن فائدته التي يقصد منها ولا يمكن الانتفاع به هنا في هذا المكان الذي هو يعني في محل الواقع. يصلح به كما لو مثلاً جذع قد انكسر. الجذوع عادة تثقف بها مثلاً سقوف مثلاً المسابح، فإذا كان ماذا؟ كان هذا الجذع قد انكسر بعد ذلك استفاد منه كسر، لأن هذا سيقع على الموجودين. عند ذلك إذا كانت لها منافع يمكن أن تصرف بها، يمكن ماذا؟ يمكن أن تصرف في هذه المنافع، يمكن ماذا؟ في أن تصرف بها في مصالح هذا المقام، أو مثلا يباع ويصرف يعني يعني يصرف في المقام، كما مثلا بعض الأشياء هي بما لها من يعني بما لها من الخصوصية مثل الحصير لا يمكن أن ينتفع بكونه حصير، لكن يمكن ماذا؟ يمكن أن يباع ويبدل ماذا بشيء آخر. أو لا، الجذع يمكن أن يستفاد مثلا في ماذا؟ في إيقاد النار مثلا، باعتبار أنه لا يمكن أن يستفاد منه ماذا؟ لا يمكن أن يستفاد منه باعتباره سقفا لأنه قد انكسر. أو لا، الآجر الذي يكون في المسجد، الآجر يعني الطابوق اللي هو العبارة عنه بالآجر، فعند ذلك يجوز أن يباع وأن يصرف في مصالحه، أن يصرف في مصالحه هذه الحاجة التي هي لا يمكن الانتفاع بها في الهدف الذي وقفت من أجله، يمكن أن يباع وماذا وتصرف في مصالح هذا الأمر على المكان اللي هو المسجد الذي مثلا وجدت فيه هذه الحاجة. ولكن متى؟ إذا ما كان بالإمكان أن نبدل هذه الحاجة، لأنه إحنا قد نأتي لحاجة ونقول نبيع هذه الحاجة، لا، يقول لك لا، يمكن أن تبيعها باعتبار الآن هذه لا ينتفع بها، يمكن أن تبيعها بأمر ماذا؟ أقل منها قيمة ولكن يمكن الانتفاع منها في هذا المقام. يقولون نعم، إذا كان هناك مجال للاعتياض يعني للإبدال تبدل هذه الحاجة لحاجة أخرى، ما لا مانع ماذا؟ لا مانع من يعني بأن تبدل بشيء آخر، يوقف هذا الشيء الآخر ماذا بدلا عنها ويكون ماذا ويكون يعني في نفس المصالح. هنا يعني قد يقال أنه هذه الحاجة إذا ما كان إليها بديل نعم نبيع هذه الحاجة حتى تصرف تلك المبالغ في مصالح هذا المكان، لأن هذا المكان ماذا؟ لأن هذا المكان لا يمكنه الانتفاع من هذه الحاجة على ما هي عليه باعتباره حصير بال، وباعتباره ماذا؟ وباعتباره مثلا آجرا مثلا قد انتهى مثلا يعني انتهى فائدته، أو لا أنه مثلا جذعا مثلا مكسورا وما شابه ذلك. هذا الأمر كله عندما يكون ماذا؟ عندما يكون الأصل موقوف، لأنه هذا الحصير هو مال موقوف. هنا عندما يكون الحصير موقوفا يكون ذلك مانعا من تصرف ماذا؟ من تصرف الإنسان الذي يكون ناظرا على المكان. لكن لو لم يكن أصله موقوفا بل استري للمسجد مثلا من غلته أو بذله له بادل، صح للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا. هنا قد يقال أنه في حالة الحصير لماذا لا يصح لنا البيع؟ يقولون لأنه بال هو أساسه موقوف، هو أصلا موقوف. لكن لو فرض ماذا؟ لو فرض أن شخصا جاء بماذا؟ جاء بشيء واشتراه للمسجد وأعطاه لهذا المتولي، هذا المتولي دون ماذا؟ دون أن يوقفه أعطاه لفائدة المسجد. هذا الشخص الذي يتولى المكان يمكنه أن يتصرف فيه إذا كانت مصلحة المكان لا تستدعي وجود هذا الأمر، بل تستدعي مثلا وجود شيء آخر، يمكن أن يبيعه ويأتي بشيء آخر حتى وإن لم يكن باليا. يقول الشارع لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن أصل هذا المال ليس ماذا؟ ليس موقوفا، إنما هو مال مبذول للمسجد لمنافع المسجد. فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك
في مصالح هذا المقام، يمكن للمتولي بالناظر أو المتولي على هذا المكان أن يبيعه بحسب مصلحة محصلحة المكان. نعم. هاي ولو هاي الواو هاي انتهى كلامه. نعم انتهى كلامه. نعم. بعدين هاي يعني بدها جملة جديدة. نعم بدها كلام جديد. باعتبار ذاك الكلام في أصل كان وقف. نعم. الآن في الحديث اللي لو واحد جاب لك حاجة إلى المسجد وقال لك هذه لتستفيد منها بالمسجد كذا، فأنت إذا تريد أنه جاب لك مثلاً مروحة وأنت ماذا؟ وأنت عندك مروحة ما محتاج مروحة، تريد تسوي لك حاجة ثانية، هذه أصلها ما موقوف، فانطاك يا اللي فاهم يقول لك المسجد يستفاد من هذه حاجة عندي، يقول له يعني هذه الحاجة ما تحتاج أنت لما تعطل حتى تروح تبيعها، لا مباشرة إذا كانت مصلحة المكان في أن تباع يقول الشارع لا مانع، لا مانع من ذلك. إن شاء الله بقية الكلام في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما تريدون درس آخر مكان بدل عنش أفضل اليوم داري؟ إذا أفضل درس آخر ما أفضل مو كافي تأخذ الأصول إلى ما أفضل إيه إذا شاء إذن.